حياك والله من خلال المربد. اليوم توجهت إلى مؤسسة المربد لهناك مناشدة، خلي متابعين هذه المناشدة يعرفون شو تفاصيلها. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا أصحاب كوفيات الجزائر، ما يقارب 60 كوفي، صارنا سنة وشهرين معزلين وبالإيجار، طالبنا بالإيجار، ورانا عوائل ما يقارب 1500 عائلة عايشة على الكوفيات. السبب قابلنا المحافظ، قابلنا المحافظ كان يقول فتحوا ما عندنا كل مشكلة. نروح للمحافظة يقولون المحافظ ما قال هذا الحكي. تفتحتوا بالفعل؟ احنا فتحنا يوم واحد. أينا. بلغونا انه يفتح المحافظ، فتحنا يوم واحد، النوب اجوا وغلقونا، ويجون جهات يعتقلوننا ويسيئون الادب علينا ويجرجروننا بالشارع. احنا اكو سبب شيء مقنع؟ يعني احنا مقطوع ارزاقنا، ما يقارب صار لنا سنة وشهرين. نعم. الكوفيات وين؟ الكوفيات مواقعهم بالجزائر، اجارات اجايز كامله، مستمسكاتنا كامله، من الصحه، من المحافظه، من ممارسه مهنه. يعني احنا شغلتنا مرتبه، ما بيها كل مشكله. اكو مشكله خلي يوضحون الفكره، على مود احنا اذا اكو مشكله بيها ما نفتحها، احنا نعزلها اصلا. نعم. هسه اخر قرار كان هو باغلاقها، اخر قرار، يعني انه قابلنا المحافظ قبل 3 ايام قال كل مشكله ما عندنا. احنا مناشده للشيخ اسعد العيداني، الناشده بالخوه بالابوه بالرحمه، احنا عالم مقطوع ارزاقنا. الله وكيلك، من ظلمنا من وراء هاي الشيء، ظلمنا يعني يوميه معزلين يوميه، يعني صار عندنا حرب، مو يعني مو مقاهي، ما اعرف شنو الموضوع معنا. انا اناشد الشيخ محمد الشيخ السوداني بالابوه بالخوه، يوميه معزلين يوميه، ومدينا للقضاء يوميه، شكاوي ما يصير.